أعرب السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف عن استعداد بلاده بيع العراق منظومة S-400 الصاروخية حال تلقيها طلبا من بغداد بشأن ذلك، وقال إن الجانب الروسي لم يتلقى طلبا رسميا بهذا المعنى بعد، مبينا أنه لا ريب في أن التطورات الأخيرة قد صعدت الاهتمام بمنظومات الدفاع الصاروخية الجوية، سيما هذه المنظومة المضادة للطائرات. وأضاف السفير الروسي: أنا من المبكر الخوض بالتفاصيل، لذلك أقول إننا سنعمل على تلبية الطلب العراقي بمجرد وروده إلينا.